السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أهلا بحضراتكم، ولقاء يتجدد وعيشها صح. اللهم ارزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا أجمعين الداء والوباء. اللهم أنزل الشفاء، فأنت الشافي وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بيكم، وهذا اللقاء الذي يتجدد. ومعايا النهاردة صديقي وأخي فضيلة الشيخ صالح سعد. مرحبا شيخ صالح. مرحبا شيخ. حياكم الله. حياك الله شيخ. احنا بنتكلم عن الرقى وعن التمائم. نعم. وازاي الناس يا شيخ صالح بتسلم لحتة حجاب ان هو يحفظ الواحد او يجوز البنت اللي ما اتجوزتش او يبيع الواحد شغلانة او يكسب او يخسر، ايه الموضوع ده؟ التمائم دي بالتحديد اللي هي الأحجبة دي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا، يغفل علم حضرتك أن الحجاب علامة من علامات السحر. الحجاب علامة من علامات السحر. الإنسان الذي يعطي للشخص أحجبة أو أوراق يختسل بها أو يحرقها للبخور أو أو أو، كل هذا علامة من علامات لا خذ بالراحة، الله يكبر خطرك. تفضل يا شيخ. تفضل. الحجاب اللي بيتكتب ده أبرز علامات السحرة؟ نعم يا شيخ، حرام. من أبرز علامات السحرة. أيوه، من أبرز علامات السحرة. ده البنت ما اتجوزتش إلا لما عملنا لها الحجاب عند الشيخ الفلاني. قدر الله أن تتزوج في هذا الأمر، في هذا الوقت. ليس لم تتزوج بسبب الحجاب. قدر الله أن تتزوج في هذا التوقيت، سواء صنع الحجاب أم لم يصنع. يعني سواء كانت لبست الحجاب او ما لبستوش، عملوا كانت الحجاب هتتزوج. كانت هتتزوج في هذا الوقت. نعم نعم. طيب، هو ليه النبي دعا على الناس اللي بيلبسوا احجبه صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمه فلم يتم الله عليه. فلا اتم الله عليه. ان هذا هو يظن ان الحجاب ينفعه او سبب في حفظه، وهذا لا يجوز. الحافظ والله عز وجل. في موقف مشهور عن الشيخ كشك عليه رحمة الله، ذهبت له امرأة وقالت له أن زوجي ترك البيت ولم يعود، فاكتب لي ورقة حتى يعود زوجي إلى البيت. فأمر الذي بجانبه أن يعطيها ورقة وكتب فيها جملة معينة، فأخذت الورقة ووضعتها تحت المخدة. ثم بعد أيام عاد الرجل، فجاءت للشيخ تدعو للشيخ وتشكره على ما فعل. فقال للرجل: افتح الورقة. ففتح الرجل الورقة، فإذا بالورقة مكتوب فيها: يرجع زوج أو لم يرجع. هذا أمر الله عز وجل. يعني الحجاب ليس هو السبب في رجوع الرجل. الرجل رجع بقدر الله وترك البيت بقدر الله. فالتعلق بالأحجبة والتمائم باب خطير جدا، باب من أبواب البدع. الحافظ هو الله عز وجل، لابد أن يتعلق القلب بالله عز وجل. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يعلقون التمائم. فالأحجبة والتمائم ليس لها أي دور في جلب خير ولا دفع ضر إطلاقا. وهذا باب قديم جدا للأسف إلى الآن موجود. تعرف اللي بيوجع الواحد إيه؟ أنه بدل الواحد ما يفوز بدعوة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه النبي. يدعو عليه: من علق تميمة فلا أتم الله له. والأصعب ده نعم. نعم، من علق تميمة فقد أشرك. والعياذ بالله. استغفر الله. وصل إلى باب من أبواب الشرك. والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. استغفر الله. نسأل الله العفو والعافية. هل صادفت في عملك وأنت بتشتغل في الرقية بقالك سنين أحجبة وتمائم؟ كثير من الناس يستخدم أحجبة وتمائم. كيف تكتب؟ حضرتك لو فتحت أي حجاب، أقلهم تحريف للقرآن. أقل حجاب تحريف للقرآن. يكتب القرآن ليس بتشكيل، فيش تشكيل ولا نقاط ولا، ويحرف في القرآن. وقد يكون هذا الحجاب سحر، لأن فيه نوع من أنواع السحر، سحر بتحريف القرآن، السحر نفسه بتحريف القرآن.
بقلب آيات الشفاء أحيانا سحر المرض، نسأل الله العفو والعافية أن يعافينا جميعا، يقلب آيات الشفاء بالمرض، هذا سحر بالمرض. بعضهم الحجاب ليس فيه شيء، يضع فيه بعض الـ الـ البرسيم وحبة الحصى، يعني بيضع فيه بذور وهو ليس فيه شيء. وطبعا بعض الناس بيضع له الحجاب ويلفه بلفة كويسة ويربطه ويقول له لا تفتح هذا الحجاب، إن فتحته يقع عليك الضر. بعض الناس تصدق في هذا الكلام إلى الآن. تعرف أغرب حجاب أنا صادفته في حياتي؟ كان ساحرا من دولة عربية، وكان يتعامل مع بعض رجال الأعمال، هم معهم جنسية أمريكية وهم مصريين، وتقابل معهم في مكان معين وصارت علاقة قوية جدا بينهم، يعني هم رجال أعمال كبار جدا، رجل وزوجته. وكان هذا الساحر فهم الأسرة دي بأنه لن يتم أي صفقة إلا بحجاب معين. فاتصلت بي وقالت لي أنا في مصر في أجازة وأنا حالي سيء جدا وأنا أستأذنك. حكت لي الموضوع فقلت لها يعني هاتي الأحجبة دي وتعالي، تعالي صلي معايا في يوم. وجاءت مع زوجها وكانت الطامة المفاجأة اللي أنت مش هتصدقها. طبعا فتحت الأحجبة دي، أتعلم إنه هذا الساحر المشرك بالله كيف كتب هذه الأحجبة يا شيخ صالح؟ والله كتبها بالبراز، نسأل الله العافية، وهي متضمنة آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تخيل بقى لما أنت تروح لساحر يشتغلك بالشكل ده. أعوذ بالله، والله كتب الأحجبة، والله فيها آيات قرآن كتبها بالبراز. هذا السحر يا شيخنا. فشممت الحجاب فأعزكم الله، وجدت رائحة البراز باينة جدا فيه. نسأل الله العفو والعافية. فقلت لها شمي، قالت براز. قلت لزوجها شم، قال براز. قلت لها هذا هو الساحر الذي أقنعك بأنه أي صفقة هتدخلوا فيها لن تنجح ولن تتم إلا بحجاب، والحجاب له أسعار. في حجاب $5,000، في حجاب $1,000، في حجاب $10,000، كل حجاب على قدر الصفقة اللي هي هتخش فيه. انظر إلى هذه العقلية وإحنا في 2020. الله يهديك عم الشيخ صالح، قول آمين. ما قولك في هذا؟ آمين آمين. هذا النوع من السحر يا شيخنا بيسموه سحر النجاست. سحر النجاست. استغفر الله، استغفر الله، الله أكبر. وهذا علامة من علامات السحر النجاست، وأحيانا ذبح الحيوانات وكتابة الأحجبة بدم الحيوان. الذبيحة طبعا، الذبيحة بدون تسمية، لم يذكر اسم الله، فهذا نعم. قربان للجن، وربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فالجن ساعات بيطلب من الساحر أنه يذبح له ذبيحة، يقول باسم الجن الفلاني. نعم. عند اسم الملك. الله أكبر. نعم. الله العفو والعافية. الله أكبر. باسم إيه؟ باسم ملك من ملوك الجن، يتقرب إلى ملك من ملوك الجن. نعم، بذبح بالذبح باسمه. بالذبح الله باسمه. أكبر. نعم. الله، دي شعيرة من شعائر الإسلام. الله العفو. فيحولها ويعمل ويفعل الذبح باسم إيه؟ هذا منتشر في الأرياف وفي الصعيد تحديدا، لأن الساحر بيطلب الدم وتلطيخ الجسد بالدم. الله أكبر. يعني بعض الناس يلطخ جسده بالدم عند الساحر، وبعضهم يكتب على الجسد سواء بالدم أو بالنجاسات. فهذا منتشر للأسف. تعرف أنه من علامات الساحر النجاسة؟ نعم، هو أصلا لا يتوضأ ولا يصلي، وأحيانا يصلي وأحيانا يصلي بدون وضوء. يصلي وهو على جنابة، نسأل الله العافية. الله أكبر. يأمره الجن بهذا، يصلي بلا طهارة. أن يصلي بلا طهارة، صف أول. صف أول. صف أول بلا طهارة. سلام. نسأل الله العفو والعافية يا حني. نسأل الله العفو والعافية. صف أول. نعم يا شيخ، نسأل الله العفو والعافية. أه والله يا شيخ، صف أول. حتى يقتر فيه الناس صف أول، يصلي صف أول. نسأل الله العفو والعافية. تلاقي ستنا الحاجة تقول يا عم الشيخ والله العظيم ده فلة، ده راجل بيصلي في الصف الأولاني، ده راجل بيقرأ قرآن. نعم. ممكن الساحر يغش الناس بقراءة قرآن؟ نعم. ويظهر هذه القراءة؟ يقرأ ليس بنية الرقية، بنية تحضير الجن. والجن هيحضر القرآن يا شيخ صالح؟ نعم، باتفاق مع الجن، يقرأ كذا يحضر الجن. يعني يقول العزيمة بتاعته؟ هو يقرأ
احيانا احرف في الطلاسم القراءه، بتاعته احيانا احرف في القراءه، واحيانا في وسط القراءه يقول بعض يضرب طلسم من نعم الطلاسم. بعض قال يعني ايه طلاسم يا شيخ صالح؟ بعض الجمل، يعني ايه طلاسم؟ هو كلام غير مفهوم يعني، كلام غير مفهوم، او احيانا بالجداول، في جداول معينه بتتعمل. يعزم حتى يحضر الجن، هو ممكن الجن يحضر؟ نعم هم يحضرون الجن، السحرة كيف يفعل السحر إلا بوجود الجن؟ أحيانا الجان نفسه هو اللي يحدد نوع السحر. ازاي يعني؟ الساحر يحضر الجن، يريد ماشي أن يفعل سحر لفلان. بأي حاجة من نعم، الحاجات. الساحر لا يعلم طبيعة الشخص هذا إلا من خلال الجن، يعني جن ينصحه الشخص ده. افعل له كذا. نعم، لأن هم الناس اللي بيتعاملوا بالأبراج، ده برج مش عارف إيه وبرج إيه، الأبراج ده سحر بيسموه اللي هي سحر. الأبراج وحشة؟ نعم، ليست من الشرع، بس دي دراسة يا أخي، دراسة علمية لكن ليس لها علاقة بالدين. ليس لها علاقة بالدين. يقول لك البرج الفلاني يتوافق مع البرج الفلاني، نسأل البرج الله الفلاني العافية لا والعافية. يتوافق مع البرج الفلاني. نعم، هو علم لكن كشرع ليس من الشرع أصلا دراسة هذا العلم. بعضهم سحر الكواكب والنجوم يصنع في وقت الشروق والغروب كثيرا من الناس، يعني حضرتك لو فتحت هذا الباب تلاقي كثير من الناس تصل لحضرتك يقول لحضرتك انا وقت المغرب تحديدا بيحصل لي تعب شديد جدا، صداع، وقت المغرب، وقت المغرب تحديدا، وقت الغروب او وقت الشروق. وبعض اصحار الكواكب والنجوم تصنع وقت اكتمال القمر، بليله 14 وقت اكتمال القمر. فبعضهم اللي بيشتغل بسحر الكواكب والنجوم بيشتغل بهذه الطريقه، شروق غروب اكتمال القمر. لذلك بعض الناس يقول لحضرتك انا في وسط الشهر بيحصل لي مشكله، في اول الشهر، كل شهر 9 او 10 في السنه بيحصل لي مشكله، في رابط، استغفر الله، رابط الامر بتاريخ معين. الحل، الحل الاصل الوقايه، الا نذهب الى الصحراء. اي انسان بيذهب الى الساحر هو يقينا مسحور، ذهب الى الساحر اول شيء بيفعله السحر، سحر الانسان اللي يذهب اليه، خلاص بقى عنده معتقد اي ابتلاء يمر به لابد ان يذهب الى الساحر. البنت عايزه تتجوز كما ذكرت حضرتك يذهب الى الساحر، الزوج عنده مشكله يذهب الى الساحر، المشكله في البيت يذهب الى الساحر، خلاص بقى عنده معتقد ان اي مشكله يمر بها يذهب الى الساحر، بدل ان يلجا الى الله عز وجل كما قالت عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه صلى الله عليه وسلم. يبقى اي انسان يمر ابتلاء لابد ان يلجا فيه الى الله عز وجل. لكن هؤلاء الناس الذين يذهبون الى السحره هو عنده معتقد، الشيخ هيروح يعمل ورقه تتزوج البنت، بل في الإنجاب بعضهم يذهب للإنجاب، نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. طيب، أنا قرأت إنه العسل بيعالج موضوع الاضطرابات والتوتر، وبيعالج العقم، وبيعالج الجهاز التنفسي، وكمان بيعالج الجلد. نعم. هو السحر ممكن له علامات تبدو على جلد المسحور؟ نعم، أنا جالي رجل من فترة، من عدة سنوات، كان الجلد مرتفع عن مرتفع، الله أكبر، طبقة سميكة، وأدوية وأشعاعات وذهب إلى كثير من الأطباء ولم يرى إلا إن أذن الله عز وجل بعد الرقية، وبعد بدأ أن يحافظ على الصلوات وقراءة القرآن وقيام الليل. وإحنا طبعا العلماء اتكلموا في الكحة، نعم، وأثر العسل النحل على زوال نعم. الكحة بدل استخدام الحاجات الكيميائية. نعم، هو أفيد من الحاجات الكيميائية طبعا أكيد. نعم، وخصوصا لو قرأنا عليه. نعم. طيب شيخنا، احنا كنا في حلقة من الحلقات تكلمنا عن خدام السحر وعن عمار البيوت. نعم. ازاي أطهر بيتي؟ قلت لي إن احنا نقسم عليه 3 أيام، ثم إن لم يحدث خروج عاقبناه. نعم. بالقتل، وإن قتل فعلا، وإن كان الجن متشكل في صورة ثعبان أو حية أو ما شابه ذلك. نعم. وقتل، قتل. نعم. في على الحقيقة يعني. نعم، على الحقيقة. نعم. هل الجن ممكن يصاب بالغباء؟ هو أصلا غبي. غبي. نعم، هذا هو أصل أي مخلوق يبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو غبي. صلى الله عليه وسلم. هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. اللهم اهدنا الى الحق. آمين. آمين. اللهم اهدنا الى الحق. فمن اراد الحق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا كنت اقصد انه هل يصاب بالتفكير بهذه الصوره حتى يضع نفسه في موقف قد يتعرض فيه للقتل؟ بعض الجن يفهم انه من ذريه ابليس، ويفهم انه لن يموت،
لأن إبليس موجود، فهو يظن أنه من ذرية إبليس فهو لن يموت إلى يوم القيامة، فمهما صنعت له يقول لك لا أنا لن أموت، أنا لن أموت، بفهمه الخاطئ أنه من ذرية إبليس فموجود إلى يوم القيامة. طيب احنا قلنا طب الحل بقى الأمثل، انت قلت لي اقرأ سورة البقرة في البيت. نعم. اقرأوا سورة نعم. البقرة. نعم. فإن أخذها بركة ولا وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي البطلة السحرة. يعني السحرة. السحرة. اللهم نعم. اهدنا يا رب. آمين. اللهم احفظنا يا رب. آمين. آمين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كفروا. نعم. يعلمون الناس السحر. نعم. هل في أماكن بتعلم السحر دلوقتي؟ لا أعلم أماكن تعلم السحر، لكن الذين يعلمون السحر هم الشياطين. لذلك ذكرت لحضرتك إن أي ساحر مصاب بالجن. أي ساحر. أي ساحر مصاب بالجن، من الذي علمه السحر؟ الشيطان. الشيطان هو الذي يعرض عليه الأمر إن هو يعمل في الرقية، يعمل في باب الجن والسحر والمس. الشيطان هو الذي يعرض ويعلمه ويقول له لن تفعل شيئا. هذا باعتراف بعض السحرة التائبين، تسمع منهم أن الجن عرض عليه أن يعمل معه وهو لن يفعل شيئا، هذا الرجل لن يفعل شيئا. المريض يدخل على الساحر والجن يهمس له في أذنه أنه مصاب بكذا وكذا، فتبدأ الناس تصدق السحر. فأي ساحر مصاب بالجن، وخصوصا من أصيب بالعشق. من أصيب بالعشق؟ يعني بعشق الجن. بعشق الجن. وممكن حد يصاب بالعشق من الجن؟ نعم، هذا أمر منتشر أيضا. كيف يحدث هذا؟ نعم، يحدث هذا كثيرا في النساء. نساء كثيرات تسمح حركنا عندها عشق من الجن. يمكث في الرحم، يتسبب في عدم الإنجاب، يتسبب في الإسقاط، يتسبب في حمل خارج الرحم، يتسبب بقدر الله. هذا الكلام سمعته من أكثر من جين من جني يحضر على امرأة، يقول أنه يقف حائل حتى لا يصل الحيوان المنوي إلى البويض، حتى لا يحدث التلقيح. فهذا يحدث كثير، الله سواء كان خادم سحر أو عاشق للجسد. كيف تتخلص المرأة أو الرجل من مثل هذه الأنواع من السحر؟ السحر عموما يا شيخنا العين والحسد والمس والسحر وجهان لعملة واحدة، كالأمراض النفسية، كما يقول علماء النفس، الأمراض النفسية وجهان لعملة واحدة. الأصل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، يصحح معتقده. المعتقد مهم جدا قبل الرقية. قبل الرقية لابد أن يصحح المعتقد ويعلم أن لن يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل، ولن يبرأ إلا بإذن الله، يأخذ بالأسباب الشرعية ويتوكل على الله عز وجل ويشفى بإذن الله. بإذن الله مهما طال، مهما طال الأمر، طالما أنه على الطريق الصحيح بالمعتقد الصحيح يشفى بإذن الله. بإذن الله. طيب شيخنا، أنت ليه حبيت أن أنت مع الرقية تشتغل برضو في العسل؟ ليه؟ العسل فيه شفاء كما قال الله عز وجل. يعني هو بيساعد. نعم يساعد. يساعد في الشفاء، يساعد بصورة كبيرة جدا بإذن الله. إن جمعنا بين الأخذ بالأسباب الشرعية، الرقية والدعاء والذكر والعسل، حبة البركة شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا عسل حبة البركة مع قراءة الرقية عليه بفضل الله، بفضل يكون سببا في الشفاء. هل ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في مزقة عسل؟ نعم. أو شرطة محجن. شرطة محجن أو كي، وأنهى أمتي عن الكي. وأنهى أمتي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت كده الحديث ده أنت تمثلت به. نعم. نعم. الواحد بيعجب يا أخي في تركيبة العسل وكيف يخرج من بطن النحل هذا الشراب الذي جعله الله عز وجل شفاء، ويخرج ألوانا. ألوان زي ما أنت شايف كده. سبحان الله، يخرج ألوانا. إيه؟ سبحان الله. إيه أول نوع كده؟ ده عسل سدر. عندنا عسل سدر، وعندنا عسل السدر اللي هو البردوش. وعندنا السدر اللي هو البرطمان الصغير ده. نعم. نعم. البرطمان الصغير ده أحرق عسل يمني. نعم. وعندنا نعم. عسل جبلي، وعندنا عسل بالبردوش، وعندنا عسل أعشاب. وعسل موالح. ما شاء الله. ايه الفارق بينها؟ الفارق ان النحلة نفسها او النحل نفسه تغذى على ظهرة البردوش او ظهرة حبة البركة او الموالح زي مثلا البرتقال او الليمون. النحلة ما تغذى على السكر، بل تغذى على رحيق الظهرة. تضمن هذا المنتج؟ بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. بعجب يا أخي فعلا، يعني أستعجب لهذا الأمر.
العسل النحلة واحدة، نعم وتضع النحلة على زهرة كذا، يعني مثلا في عندك البردقوش، في عندك البرسيم، في عندك موالح. أتعجب لمثل هذا الأمر، وأعشاب. سبحان الله أتعجب سبحان كيف الله يخرج هذا العسل السائل من بطن هذه النحلة، وربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه شفاء. فيه شفاء بهذه سبحان الطريقة الله وبهذه الصورة. سبحان الله سبحان الله يعني سبحان الله أقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله سبحان في الله خلقه سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحان سبحان الله الله. سبحان الله. طيب أنت توصي أي حد مصاب بالقلق أو الاضطراب نعم أو عنده هوس من موضوع السحر، نعم بماذا توصيه؟ يقول علماء النفس في باب الوسوسة، علاج الوسوسة ترك الوسوسة، إذا اشرح. التوقف، ألا أستجيب لوسوسة الشيطان. إن ترك الإنسان نفسه لوسوسة الشيطان أو وسوسة النفس، إن اجتمع على الإنسان النفس والشيطان يهلك، والنفس أسوأ من الشيطان، لأن باب الدخول لأي إنسان نفسه، قد يكون الطمع، الكبر، الشهوات، الشبهات، هذه مداخل من مداخل الشيطان لأي إنسان. كيف؟ يدخل من باب الشهوة. يتسبب الشيطان أحيانا لأن الإنسان يقع في الزنا. الله أكبر. يظهر في الشيطان، الله يتسبب أصلح. في أحلام كثيرة في المنام، وكثيرا هذه الشكوى كثيرة جدا، إن بيشوف إن هو يقع في زنا وزنا محارم أحيانا. هذا دليل على تلبس الجسد، الجسد ليس الجسد به شيطان، متلبس به. فباب الشهوات وباب الشبهات باب كبير جدا واسع، لا يخفى على علم حضرتك انه باب اللهم رئيسي. احفظنا يا رب. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله. فالشيطان يتمسك بهذا الشخص سواء من باب الشهوه او من باب الكبر او من باب الطمع، نسال الله العفو والعافيه. طيب كيف العلاج من هذا الأمر؟ الاصل تصحيح المعتقد، ثم هذا باتفاق. ثم ذكر الله عز وجل، المحافظه على الصلوات الخمس، السنن القبليه والبعديه، اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار النوم، قراءة الرقية الشرعية، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة البقرة. بالنسبة للعسل، هل أنت على استعداد لتغطية أي طلبات تيجي عندك؟ بإذن الله، بأمر الله، أي كمية مطلوبة بأمر منك الله، نسأل الله تستطيع؟ التيسير بإذن الله. هل تعمل في كل أنواع العسل؟ بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن نسأل الله. الله أن يبارك لك. آمين وإياك يا شيخنا، الله يحفظك ويرفع عنك. أكثر يوم أنت حسيت فيه بالفرح لما عليك تحد؟ والله شيخنا هذا يحدث كثيرا، يعني آخر مرة. بفضل آخر مرة أمس. أمس. سبحان الله. كيف سبحان شعورك؟ سبحان الله. والله فرحة الناس سبحان الله تدخل على الواحد السرور والفرحة والبهجة، أنك كنت سببا في تفريج قرب مسلم. اللهم لك الحمد، أسأل الله يستخدمنا وإياك في مرضي. يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم طيب آمين. إيه اللي بيزعلك؟ أي إنسان فينا لابد أن يمر بالهم والحزن. لقد ضاق صدر من شرح الله له صدره، صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. أكثر ما يحزن بعد الناس عن الله عز وجل. هذا سبب كل بلاء، وسبب كل اكتئاب، وسبب كل أي إنسان يمر بضيق لابد أن يقف وقفة مع نفسه. أين أنا من الله عز وجل؟ أين أنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فإن كان على الطريق الصحيح خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يقينا يبرأ بالقليل. سحر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، أصح الروايات 3 أيام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة: إن الله عز وجل استفتاني فيما استفتيت. عندما قالت عائشة الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر دعا ودعا 3 أيام. بعض الناس يذهب لرقاه كثيرين جدا، كل يوم التاني عند راقي أو عند شيخ. لماذا؟ لماذا؟ هو يذهب للراقي ثقة في الراقي. هذا لا يجوز شرعا، الثقة في الله عز وجل. الله. والراقي سبب. الله. الراقي. كما الطبيب سبب. الطبيب يشفي. لا. الدواء يشفي. وإذا مرضت فهو سبحانه وبحمده. سبحانه وبحمده. سبحانه. فالأصل أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. حتى إن ذهب إلى الراقي لابد أن يدعو الله عز وجل. أن ربنا يقدر الشفاء ظنا ظنا في الله عز وجل، وليس في الرقية ولا في الراقي ولا في الطبيب ولا في الدواء، بل في الله، في الله عز وجل. إن كان هذا معتقده يبرأ بإذن الله، وإن طال البلاء. نعم. وإن طال البلاء يؤجر على هذا بإذن الله. هذا الصبر. نعم نعم.
شيخ صالح أنا سعدت بالحوار معك. الله يحفظك شيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بيك إن شاء الله أينما حللت ونزلت. آمين وإياك شيخ. أنا سعدت بالحوار مع فضل الشيخ صالح سعد، وإن شاء الله أشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية في عشها صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.